ما يزال العم حميد ينتظر معرفة مصير ولده الذي كان منتسبا في الشرطة العراقية وفقد منذ عام 2016، 6 سنوات مرت دون أن يعلم فيما إذا كان حيا وسيعود أو شهيدا ويحصل على حقوقه. ولدي خطف قبل عصابات داعش الإرهابية سنة 2016، لحد هاي اللحظة ما أعرف مصيره وين. راجعنا عدة جهات، ما حد انطينا أي نتيجة. عندنا معلومات بأن ولدنا تحرروا ووصلوا إلى بغداد، راجعنا ببغداد جات رسمية، ما حد انطانا أي نتيجة. أنا أتكلم عن منطقة بها أكثر من 1000 مفقود وشهيد، أغلبهم معاملتهم لم تنجز لحد هاي اللحظة. في منطقة وادي حجر بالجانب الأيمن من المدينة هنالك أكثر من 1000 مفقود اختطفتهم عصابات داعش قبيل عمليات التحرير، غالبيتهم كانوا منتسبين في الأجهزة الأمنية، وتعيش عوائلهم اليوم الحاجة والجوع بحسب شهادات سكان المنطقة. بس أكثر شيء منطقة يعني وادي حجر بيها مفقودين وبيها شهداء كثير يعني، وحقوق ماكو مسلوبة يعني، خاصة الموصل يعني، وهسه يعني أكثر الناس ما عندهم معين، وهو المعين الوحيد يعني. وتقدر منظمات حقوق الإنسان أعداد المفقودين بالآلاف، ولا توجد أي إحصائية رسمية عنهم رغم مضي سنوات على تحرير نينوى. عندنا منتسبين مفقودين وعندنا شهداء، يعني أنا والدي شهيد ونمشي بالمعاملة ماله، وماكو لا معاملة ولا كل شيء مشهور. مو بساني يعني، أنا أتكلم عن منطقة كاملة، منطقة كاملة يعني كلها متأثرة من هذه الشغلة، يعني لا رواتب ولا يعني مادة، ماكو ناس يعني هسه بالنسبة لي أني يعني ما عنده مادة نمشي معاملة والدي. الله ينتقم منكم إن شاء الله، الله ينتقم منكم، الله. هذا وما تزال عوائل المفقودين تبحث عن مصير أبنائها، وتبحث في ذات الوقت عن حقوقهم، وكلا الغايتين لم يتحقق منهما أي شيء. من الموصل محمود الجماس، قناة التغيير.